اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. مطبخنا النهارده مطبخ صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. معانا النهارده في الماتيريال بتاعنا والمكونات بتاعتنا المشتريات بتاعتنا دي كلها مصطلحات طهويه، كوسه وفريك ما يحب الشريك، معانا صدور فراخ، معانا دبس الرمان، معانا من الطحينه القليل، معانا كمان البنجر اللي هو الشمندر باللغه العربيه، هنعمله عصير السعاده بالعسل، والعصير ده قيمته الغذائيه عاليه جدا، عصير يناسب ايام الشتاء ولطيف وجميل، يساعد على الهضم ويعالج الانيميا. اما الفريك مشاكلنا معاه يا عم الشيف مش بيستوي دايما، مشاكلنا ان هو ازاي ياخد الطعم بتاع الحاجه اذا كان لحمه او حمام ايا كان. انا هعمله النهارده الفريكه بالدجاج، حاجة لطيفة جميلة من المطبخ الشامي. استخدامنا للمادة الدهنية لا سمنة ولا زبدة، هيكون زيت زيتون في كل الأكل إن شاء الله. معايا الكوسة بتاعت النهاردة، هعملها كوسة مشوية بدبس الرمان، لطيفة وجميلة. ومش هنعمل كوسة محشية بقى ونبدأ ندخل فيها لحمة مفرومة والحاجات اللي احنا عارفينها، إنما الكوسة مشوية دي حاجة جديدة مع دبس الرمان مع بقدونس، هتبقى لطيفة وجميلة وصحية. والأكل النهاردة بتاعنا صحي وهيلثي بنسبة تقريبا 90%، يعني حاجة حلوة زي الفل. خلونا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل الأكلنا صحي بنفس الماتيريال بنفس المكونات اللي موجودة عندك في المطبخ، تقدر تحول مطبخك لأكل صحي، وخلي يوم في الأسبوع يبقى الأكل صحي يناسب الصغيرين والكبار. أستاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير أو هتروحوا بعيد تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. إزاي أعمل كوسة مشوية بدبس الرمان؟ يعني دايما الكوسه بنحشيها، بنعملها كوسه محشي، كوسه قبلمه، كوسه باللبن، كوسه باللحمه المفرومه، كوسه جراتان، كوسه بالبشاميل. اما نعمل كوسه مشويه بدبس الرمان، بالتاكيد المغازي عنده فكره جديده اللي عملها النهارده هيلسي، يعني بطريقه صحيه. استخدامنا ليها زيت زيتون وشويه بهارات من الملح والفلفل والكمون. الكوسه مفيده للجهاز الهضمي، بتساعد على التخلص من الفضلات في القولون، بتساعد على الهضم، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، بتعالج مشاكل القرحه زيها زي الخيار، حاجه لطيفه وجميله. تعالوا نشوفوا نعملها مقاديرها. كوسه، بصل، ثوم، دبس الرمان، شويه بقدونس، زيت زيتون، عصره ليمون. هي دي المقادير البسيطه السهله اللي موجوده على الشاشه. كوسه، دبس الرمان، ومعانا زيت زيتون وعصير ليمون، وبصله ناعمه او بصله متقطعه شرايح مع شويه ثوم. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. هاخد الكوسة اقطعها بالشكل ده كده بعد ما تتغسل كويس. دايما يكون عندك في المطبخ الليفة او السفنجة بتاعت غسيل الخضار تحتفظ بيها، تجيب لها علبة بلاستيكية كده تحفظيها فيها. الحاجات اللي بقولها دي مهمة جدا في مطبخك. استفيدي بالطبقة الخارجية للخضار سواء خيار سواء كوسة. الكوسة ما تتقشرش، الكوسة ممكن نعملها بشكل جمالي بشوكة مثلا لو بنحشيها. نقطع الكوسة بالشكل ده كده شرايح اهو بالشكل ده كده. والأكل بتاعنا لما نعمله النهاردة بطريقة صحية يوم في الأسبوع، تكتبي على باب التلاجة عندك اختاري اليوم اللي انت عايزاه من الأسبوع. احنا اخترنا يوم الحد من بداية البرنامج بتاعنا، دايما يوم الحد من كل اسبوع بيكون اكل صحي. يوم السبت بدايه كل اسبوع بنجاوب على كل اسئله حضراتكم من خلال السوشيال ميديا، بيكون معانا طبعا الخميس بتبقى حلقه مسجله والجمعه اجازه، فبنها فرصه ان احنا بنتابع السوشيال ميديا وفريق السوشيال ميديا وبنحضر الاسئله ونجاوب عليها مباشره عملي بتاعه حضراتكم من خلال متابعتنا للصفحه الرسميه وصفحه اكله ام. أسئلة كتير بنجاوب عليها بالتوالي طبعا، وفي نفس الوقت كمان بنعمل الحاجات البسيطة. أما يوم الاثنين من كل أسبوع بيكون سمك في متناول الجميع بفكر تاني وشكل تاني. التلات أكلات مصرية، الأربع أكلات عالمية من المطبخ العالمي انترناشونال، بنتجول ونجيب أشهر الأكلات من المطابخ العالمية.
المطبخ السعودي، المطبخ الكويتي، المطبخ الإماراتي، المطبخ الأردني، المطبخ الفلسطيني، المطابخ الغربية، هندي، مكسيكي، تشاينيز، طلياني. هناخد الكوسة بالشكل ده يا عم الشيف ونحطها هنا. الله، شكلها يفتح النفس. نقدر نعملها بالبشاميل، نعملها بالطريقة دي بنفس التقطيعة. نحط عليها شوية توم. الله، توم من الدرنيات اللي بتساعد على التخلص من الكوليسترول. ده شبت بصلاية حلوة زي دي كده كمان بناخدها. قطعها شرايح كده، ناخدها بالشكل ده، فركة حلوة ليها. الله، واحنا بنفركها كده بنحط عليها شوية ملح. خليكي فاكرة انك حطيتي ملح، ما تحطيش ملح تاني على الكوسة. إضافة الملح للبصلة بيساعد على توريقها اهو بالشكل ده كده. حلوة اهو، نقلبها مع بعضيها. ثوم، كوسة، بصل. نعم يا غالي. لا، دبس الرمان مش هينزل عليها خالص دلوقتي. لو انا نزلت بدبس الرمان والطحينة عليها دلوقتي مش هستفيد بيهم. دي بعد ما تتشوي. زيت الزيتون. حلو. معايا طاسة شديدة الحرارة على النار. باخدها زي ما هي كده. الشكل ده كده. أشيل دي من هنا عشان مخرجنا الجميل. إيه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ وأدخلها الفرن. وأقلبها من وقت للتاني. أجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. طبق لطيف وجميل، هيلسي، قيمته الغذائيه عاليه جدا. هناخد الخضار ده كده. نعم، ممكن بيقولوا لي في الكنترول ممكن بدل الكوسه بروكلي. ممكن بروكلي. عندنا درجه حراره الفرن 180 على شبكه الفرن، بنحطها تتشوي الكوسه بالشكل ده كده. شكلها حلو يفتح النفس. معايا كوسة، معايا ندخلها الفرن وناخد بعضينا ونطلع فاصل. بعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الفريك ما يحب الشريك، بس نعمل فريك النهاردة ازاي بطريقة صحية. معايا الفريكة الدجاج، لطيفة وجميلة. الفريك معانا اللي هو طبعا القمح الأخضر، معانا صدور فراخ، معانا بصل، ومعانا توم، معلقة فلفلة حلوة اللي هي الفلفلة الحمراء والهريسة بيسموها، ومعلقتين زيت زيتون، والمقادير على الشاشة لا تتعدى أصابع اليد العشرة، ولكن القيمة الغذائية تعلو قمة الهرم. حتى الفريك ظاهر على الشاشة عامل شبه الهرم في الشكل بتاعه، حلو قوي الهرم الكبير طبعا. تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل فريكة الدجاج. حلوة، وتقدر تعمليها دجاج مفروم ودجاج صدور زي ما انت حابة، ولكن للأمانة فضلت أعملها بالدجاج الصدور علشان يبان الدجاج في قلب الفريك. تقدر تعمليها باللحمة المفرومة زي ما انت عايزة، بلحم مكعبات زي ما انت عايزة. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. معايا طاسة شديدة الحرارة على النار، ومعايا صدور الفراخ دي هاخدها أقطعها مكعبات صغيرة. حلو قوي. ولما انا اخترت صدور الفراخ اخترتها لانها طبعا هيلسي، لحم ابيض. حلو قوي. طبعا هنمسك الفراخ دي نقطعها كده مكعبات صغيره بالشكل ده كده. دايما لما تقطعي لحم فيليه او صدور يكون معاكي زي سطور كده، ده بيساعدك وبيخليك تتحكمي في حته اللحمه.
تقطعيها بالاحجام اللي انت عايزاها اهو، او سكينه السلاح بتاعها عريض بالشكل ده كده. وده من مصروف البيت تقدر توفر الحاجه دي. الشهر ده جبنا مسان، الشهر التاني جبنا ساتور زي ده كده، الشهر اللي بعديه جبنا اكسسوارات صغيره للمطبخ. الحاجات دي بتنفعك في المطبخ وبتساعدك انك انت تبدعي، تعملي حاجات جديده، قوالب كب كيك مختلفه، رسومات هندسيه. ادي الصدر الدجاج التاني، طبعا كميه الدجاج حسب عدد افراد الاسره. تقطع كده الموزه بتاعت الدجاجه دي بحبها لازم تمسكي السكينه بالمقبض اللي انا ماسكه ده، تتحكمي فيها، ايدك كلها نازله على ايد السكينه او السطور، ما تخليش صباعك او الابهام الاوسط يعني على سلاح السكينه، مع الوقت هيعمل مشاكل كبيره قوي. فرصه وانا بقطع حاجه زي دي كده بنشرح عمليه التقطيع لان دي مهمه جدا، خاصه للستات لما بيخشوا المطبخ. حلو قوي، هناخد الفلفل ده كده معايا، بصله زي دي كده، قطع شرايح ناعمه كده، اللهم صل على النبي. تكوني حريصه وانت ماسكه السكينه، ما تفكريش في حاجه علشان ممكن تعوري نفسك. بقوا معانا بالشكل ده كده، ونحط عليهم الثوم. حلو قوي، شويه الملح الحلوين. حلو، بهاراتك الحلوه بقى، معانا زيت وطاس على النار، شويه بابريكا حلوين كده. الكركم مفيد جدا للجهاز الهضمي والكبد، بما ان احنا بنعمل اكل صحي. شويه كمون للفريك الحلو ده، الفريك يحب التوابل على فكره، ويحب القرفه. القرفه من الحاجات اللي هي حبيبه الفريك، عشان كده الحمام لما بنحشي الحمام فريك لازم نحط له قرفه. علل ولماذا؟ الفريك من البقوليات او من الحبوب بتاعت القمح الاخضر، اللي ما بنيجي ناكلها بنحتاج لحاجه تخليها تساعد على الهضم وتضيع عمليه التخزين بتاعت الفريك، لان الفريك ده بيتخزن. هناخد اللحم ده او الصدور دي كده نقلبها كده، يلا بينا. على فين؟ على فين يا مخرجنا؟ على النار، وربنا يكفينا شر النار. الله، هو ده، هو ده. كل دول في النار. حلو قوي، طبعا بنقعد نقلب في دولش كده شويه، ده مهم جدا لان انا بسبق الفريك بالطعم. ولكن قبل الفاصل بذكر حضراتكم ان كان معانا كوسه مشويه انا تبلتها واستغنيت عن دبس الرمان والطحينه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ بص على الشهوه دي كده، بص 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 على الحلاوه اهو، دي صدور الفراخ. الله، نقف محطه هنا حلوه كده، نقدر نقول دي شاورما، نقدر نقول دي شاورما، بس ينقصها حاجتين، الزبادي والخل. زبادي وخل بقت شاورما. لازم الماده الحامضه، زبادي وخل. هنخلي دول على النار وتعالوا مع بعض نشوف الفرن فيه ايه معانا. هو ده، نشوف الكوسه الحلوه اللي احنا دخلناها من شويه، ننزل عليها بالطحينه ودبس الرمان اهي. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ معانا طحينه، معانا دبس الرمان. ننزل اول حاجه بدبس الرمان عليها كده وهي سخنه. الله، تقوم تشرب دبس الرمان. حلو، ننزل بالطحينه الحلوه دي كده، نقلبها.
شفت الطبق ده هتدعي لي. الطبق ده عايز عيش البلدي بتاعنا، عيش الرده اللي هو برضو هيلسي، هندخلها الفرن تاني عشان الثلاثي ينسجم مع بعضه، طحينه، دبس الرمان، كوسه بتتشوي مع بصل مع توابل، ننزل بشويه الطحينه دول كمان وندخلها الفرن يا عم الشيف تكمل سواها. لما تعمل الطبق ده هتدعي لي. درجه حراره الفرن عندي 180 في نفس المكان والزمان، اللهم صل على النبي. يلا بينا. حلو قوي. تعالوا شوفوا الفراخ اخبارها ايه. لا لا لا، الصوره الحلوه دي ما تحرمنيش منها، ربنا ما يحرمك من زياره النبي. اهو شفت الحلاوه دي، شوف الجمال ده كده. اهو دي صدور فراخ قطعناها عصافيري مع بصل مع فلفل مع توم مع شويه شقاوه شويه حب، حطيناهم في زيت زيتون وعلى النار. حلو قوي. معانا فريك وقال ايه؟ ما يحب الشريك. الفريك بقى من الحاجات اللي بتحتاج زي البرغل كده سوائل، بس السوائل بتاعته مكلفه. عايز شوربه لحمه كويسه، شوربه فراخ، البهريز اللي بيغلي قدامي ده عشان نقدر نطلع طعم وشقاوه الفريك. فريك بيطلع من القمح الاخضر او السبوله الخضراء، عكس البرغل بيطلع من القمح المستوي الصلب، برغل ناعم او خشن اللي بنستخدمه في الكبيبه او في التبوله. انما الفريك فريك قمح اخضر حبه كامله، عشان كده قيمته الغذائيه عاليه جدا. بس لازم نعمله صح عشان ناكل منه معلقه واثنين وثلاثه لانه بيلكم. نقلب كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ الطعم هنا، الشقاوه هنا، خبرة الطهوية هنا، ازاي اخلي الفريك يشرب البهريز بتاع الفراخ بنفس المدرسة دي كده. حلو. عندي مية بتغلي مش لازم شوربة. والله عندك شوربة لحمة في التلاجة احسن مني، شوربة فراخ في التلاجة بيت احسن مني، بس انا بعمل اكل هيلسي فانا عايز اضمن ان يكون مية مش شوربة دسمة للامانة. ننزل بالمية دي كده. الله. نسيبها بقى تستوي كلها مع بعضيها. فريكة الدجاج او فريكة بالدجاج، جذور الاكلة دي واصل الاكلة دي واسم الاكلة دي من المطبخ الشامي السوري او اللبناني. لما اقول المطبخ الشامي حاجة والمطبخ العربي حاجة. واكثر حد او اكتر حد بيستخدم البرغل والفريك، الفريك احنا طبعا المصريين شطار او في عمايل الحمام بالفريك. سيبها على النار كده تغلي وتبكبك، واستاذن حضراتكم ناخد بعضينا ونغطيها وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف كوسه مشويه بدبس الرمان والطحينه هيلسي بطريقه صحيه، وشفنا المقادير وشفنا الماتيريال بتاعنا مكوناته ايه، وعندنا فريكه بالدجاج بمدرسه المغازي لطيفه وجميله وصحيه. يعني مطبخنا النهارده بنسبة 99.9% أكل صحي. أوعوا تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. حضراتكم دلوقتي عايزين تشوفوا إيه حكاية الفريكة والشيف هيقدمها إزاي. الطبق ده دايماً لما بتيجي سيرة الفريك يا إما حمام محشي بالفريك يا إما فراخ محشية، ولكن هي المدرسة واحد، فلازم نقدمه بشكل حلو، لوحة فنية، لأن الفريك يستاهل، قيمته الغذائيه تستاهل. فانا عايز اعمله طاجن اهو. شايفين البصل مع التوم مع الدجاج؟ نعم يا غالي. ممكن بيقول لي ممكن نستبدل صدور الفراخ بشرايح من اللحم؟ ممكن. ممكن نستبدل صدور الفراخ بكبد فراخ او كبده؟ ممكن.
بس في الحاله دي استخدامنا للكبد سواء كبد فراخ او كبده كندوس، كبده جملي، كبده ضاني، لازم الفريك يستوي الاول. عكس الموضوع ده تماما. هناخد الفريك ده يا عم الشيف، وناخد الحلو ده والجمال ده نحطه هنا في الطاجن. الله الله. الاكله دي بهديها لكبار السن وصغار السن، كل افراد العائله لازم الكل ياكل منها. سريعه المضغ، سريعه الهضم. حلو. عندي بقى من شويه الخضار الحلوين دول كده، اللهم صل على النبي، الفلفل ده كده، ونرسمها. الموضوع ده مطلوب عشان الأطفال اللي على السفرة بيحبوا الحاجات الحلوة دي على فكرة. عشان لما نقول له فريك يقول لي يعني ايه فريك؟ فلازم دور الأب والأم هنا نشرح لهم الفريك ده بيطلع من ايه؟ يعني من عجينة البيتزا في الأصل، قمح. بس فرق بين القمح ده والقمح ده، ده أخضر مش بيستوي يعني لسه، بتاع السنبلة وهي خضرة، والتانية سنبلة مستوية. ده مطلوب على كل أسرة تعرف ولادها الفريك ده بيطلع من إيه ويحبوه. ثانيا أنا برسم الطاجن ده كده عشان الألوان الحلوة الأطفال بيحبوها وينجذبوا لها على السفرة. ده دوري. هناخد الطاجن الحلو ده يا عم الشيف زي ما هو كده في درجة حرارة 180. هنطلع الكوسة ونقدم الطاجن. بسم الله الرحمن الرحيم. ده مهم. حلو الكلام؟ الله على الكوسة. اتكرملت الطحينة مع الفريك، سوري، كرملة الطحينة مع دبس الرمان. ناخد الطاجن الحلو ده كده، اللوحة الفنية دي كده، وندخلها الفرن في درجة حرارة برضو 180 بالشكل ده كده. بصي عليها كده، ايه الحلاوة والجمال ده؟ والصورة تسبق الحديث على شاشة القناة الأولى. حلو قوي. هناخد الفريك بتاع الكوسة بتاعتنا نغرفها مع بعض. يا نعم، عايزين تقولوا له ايه؟ طيب هناخد الكوسه نغرفها. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ يعني نقدر نعمل الكوسه دي في البيت؟ ممكن. طب لها طريقه تانية غير كده مش صحيه؟ لا، هي دي الطريقه الصح، سواء تعملها صحيه او غير صحيه. استخدامك ليها زيت زيتون، استخدامك ليها دبس الرمان والطحينه، الزبده بريئه منها. الله، دي تتاكل بارده، تتاكل سخنه، طبق جانبي لطيفه وجميله. والاول مره نشوف الكوسه تتقدم بالشكل ده كده. دايما الكوسه محددين اقامتها كوسه محشيه، كوسه قبلمه. ادي الطبق بتاعي. تعالوا نشوف هنعمل ازاي عصير السعاده، عصير الرشاقه، عصير يعالج الانيميا، عصير قيمته الغذائيه عاليه جدا، اللي هو الشمندر بالعسل والنعناع. مقاديره على الشاشه، بسيطه وسهله. معانا شمندر، نشيل التوم من هنا والبصل وكل حاجه انا مش عايزها عشان العصير ده ما يكرفش مني، والعصير ده تعمليه لاولادك تعالج بيه الانيميا. مقاديره على الشاشه يا شباب، عسل، شمندر، نعناع، ماء مثلج. ممكن تضيفي بدل الماء المثلج عصير برتقال، بس انا عايز عصير الشمندر هنا او طعم الشمندر ينفرد في كوب العصير. او نضيف عصير ليمون. الله، هناخد الشمندر ده كده. طبعا للامانه لازم اغير الكلافزات بتاعتي، مهم جدا اكيد
لمست مع توم او بصل، ده مهم جدا على فكره في المطبخ. طبعا لو انت في المطبخ عادي بتغسلي ايدك عادي، شويه ميه موارد شويه ميه زهر، هتعملي حلويات بتفصلي الطعم بتفصلي الشكل، ده بطلب منك اهو. انا بعلمك ازاي. ايه الحكايه؟ حلو قوي، مهم جدا، وخاصه وانت بتشتغلي حلويات. الشمندر هنا بيسألوني بقى في الكنترول، ده مسلوق ولا ني؟ يعني مستوي ولا ني؟ وده سؤال وجيه جدا على فكرة. الشمندر يفضل سلقه، بيتسلق بالقشرة بتاعته بعد ما نغسله كويس، ولازم يكون بالقشرة بتاعته، الشمندر ما يتسلقش متقشر. وبعد ما يتسلق نسيبه لما يبرد ونقشره، ننزل بالعسل، واجعل ايامنا كلها عسل يا رب. ما هو الشمندر بيطلع منه السكر، فانا عايز اضيف العسل للشمندر او البنجر، هيزيده حلاوه، ثانيا هيخلينا نشرب منه كميه عكس لما احنا ناكله لوحده كده. عشان بس ما حدش يقول ازاي شمندر نحط له عسل، بما ان الشمندر بيطلع منه السكر، ومن حقك تتساءل، زي بالظبط فكره عمل حلاوه الجزر او البطاطا او القرع العسلي، فيهم سكريات، بس ان احنا نضيف فانيليا ونضيف ماده سكريه زي عسل او سكر، هنا بنعمل ايه؟ بنطور الطعم عشان ناكل منه ونشرب منه. هننزل بالماء المسلج بتاعنا، يفضل ماء مسلج. الله، والميه بتروي العطشان. نبدا نضرب ده كله كده في الخلاط. شكرا لصديقي. طبعا معاكي كبه حلوه، معاكي خلاط حلو، معاكي مقشره حلوه، مقوره حلوه بتاعت الكوسه، بما ان احنا معانا كوسه النهارده، دي بسميها اصدقائك في المطبخ، مساعدينك. المساعد مش لازم يكون شخص او موارد بشريه يساعدوكي، ممكن الاكسسوارات دي تعتبر مساعده ليكي كويسه قوي. ادي العصير بتاعنا، علاج الانيميا، قيمة غذائية عالية جدا، شكله يفتح النفس، حلو قوي. ده العصير، تعالوا نطلع الطاجن بتاعنا الحلو. الفريك قال ايه؟ ما يحب الشريك. ولادك هيشوفوا الصورة الحلوة دي كده، الكل هيتساءل في الأول، متعودين يشوفوها مسقعة، اللي بيحبوا المسقعة متعودين يشوفوها صينية بالبطاطس، ولكن لما يكتشفوا ان هنا في حبوب كامله من القمح الاخضر اللي هو الفريك، مع صدور فراخ مدرسه الشاورما، مع بصل، مع خبره طهويه، مع شويه حب، بالتاكيد الطعم هيعجبكم. مطبخنا النهارده صحي، وانا بطالب من كل افراد الاسره والعائله الكريمه والامهات ان يبقى عندنا يوم في الاسبوع اكل صحي، نفس مدرسه الشيف المغازي في برنامجنا الشهير اكله ام، على باب التلاجه كده والديب فريزر. النهارده الاثنين او الحد، او خليه يوم الحد زي ما عامل الشيف كده، تقدر تعملي الاكل ده مجرد ما نخلص الحلقه بتاعتنا بنفس الماتيريال اللي موجود في الثلاجه. انا مش بجيب حاجات افتكاسات او حاجات غريبه الشكل، يعني ما شفتوش مره جبت سباركوس مثلا الحزمه تعملي لها مبلغ وقدره، او بالميتو او افوكاتو، الحاجات دي غاليه
ونجيبها وبنجيبها وبنستخدمها وبنطلع منها أطباق مختلفة، ولكن أنا بتكلم على المطبخ المصري اللطيف اللي في متناول الجميع، تقدري تنوعي منه وتشكلي منه مطبخ صحي، وهو ده هدفي في البرنامج بتاعتي، بساطة سهولة مرونة. الأكل صحي النهاردة بنسبة 99.9، يعني رؤية، فن، إبداع، وكمان أكل صحي. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.